سيادة اللواء تسمعني؟ نعم اسمع ست نعم. وجدان. طيب أرجع بالنسبة لهؤلاء اللي مفسوخة عقودهم اللي ضمنتها الفقرة الدعم الأمن الغذائي، لكن إلى حد الآن اللي ما رجعوا ما عندهم لا رواتب رعاية ولا رواتب تقاعدية، يعني هذا ظلم أيضا لهم. يعني تخيل هذا الموضوع أنه ما عندهم أي مردود مالي. أكيد سيد وجدان، هو كان متطوع بضمن صفوف الجيش، وتعرفين أكو بيهم انقطعت بيهم الطرق، أكو بيهم هو يعني ما التحق بسبب المعارك ما غيرها. احنا مرينا بظروف صعبة بمعاركنا مع داعش، لهذا كان يجب أن نتخذ قرار. أنا اليوم البلد مهدد والإرهاب وصل إلى مدينة بغداد وما عندي مقاتلين، لهذا وبسبب عدم توفر التخصيصات المالية حتى نطوع شباب عراقي جديد تم اتخاذ القرار بفسخ عقود اللي ما التحق، سواء بأسباب قاهرة، هو مريض، هو ما التحق، أيا كان السبب، واستفادينا من الدرجات والتخصيص المالي. نعم، التسرب اللي تم تسريبهم أيضا، اللي سربوا عن الخدمة وأيضا أي الالتحاق. نعم اللي سرب أي اي 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 عذر كان موجود عنده. لهذا احنا تم اتخاذ القرار بفسخ عقد اللي هربوا، واستفادينا من التخصيص المالي المتوفر والدرجه الوظيفيه، وعيننا مقابلهم شباب عراقي ابطال حملوا السلاح وقاتلوا يعني. نعم. اكيد هذا من يقعد بالبيت ويهرب ما عنده ما يعطى راتب، يعني شلون اني هو قاعد بالبيت واروح انطي راتب؟ ما يصير، ما معقوله. ايضا حتى الرعايه الاجتماعيه، من يروح على الرعايه الاجتماعيه تقول لك انت كنت منتسب وكنت موظف وكنت تتقاضى راتب، انا انطي للناس اللي محتاجه ضمن الرعايه، وحتى الرعايه الاجتماعيه جد تعطي راتب، يعني جد الراتب مالته هو كان ياخذ بالجيش ممكن 1.25 مليون، 1.5 مليون، 1.6 مليون، بينما بالرعايه ممكن توصل 250 300 ما راح تكفي. اي بالضبط. لهذا نعم. يعني رغم هذا كله، لهذا احنا الان ضمن قانون الامن الغذائي تم ادراج المفسوخه عقودهم ضمن هذا القانون. ومثل ما اشرت لك ست وجدان، احنا بدنا ننتظر التعليمات انه تكمل وان شاء الله يتخذ الاجراء بها، مثل ما رجعنا 62 الف مقاتل الان متواجدين ضمن صفوف القوات المسلحه، بالعكس احنا نريد شبابنا يجون ويحمل السلاح ويوقف ويانا، وبنفس الوقت تزيد القوة القتالية للقوات المسلحة والجيش العراقي.